في عيان عنده تتراجي فالو، ايه الانديكيشنز فور سيرجري في عيان فالو؟ الدايجنوستس صح؟ احنا دلوقتي مش بنتكلم على تايمينج صح؟ انا بتكلم على انديكيشنز. تعالوا نقول لو في عيان عنده في اس دي بس كده، عنده في اس دي بس، ايه الانديكيشنز انه يعمل في اس دي كلوجر؟ لا، الفي اس دي هو محتاج يبقى عنده يا الا الفي اس دي كبيره انستركتيف، يا الا عنده الهيدريتيشن، يا الا البرمان هايبرتنشن، يا الا مش عارف او تكتسب برولابس او جاله اندوبر. يعني العيان اللي عنده في اس دي هو محتاج انديكيشن يقفل الفي اس دي، جزء كبير منهم هيحتاجه. انما هو في عيانين هيبقى عنده سمول ريستريكتيف في اس دي، مش عامله فوليوم لود، مش عامله برمان هايبرتنشن، مش عامله مشاكل ثانيه، فعين الفي اس دي اتفقنا انه السرفايفل بتاعهم الفي اس دي النون نوت هيموداينامك سيجنفيكانت، السرفايفل بتاعهم قد نورمال بوبيليشن مش كده؟ العيان اللي عنده في اس دي هو محتاج انديكيشن عشان يقفله. العيان اللي عنده اي اس دي ايه الانديكيشن بتاع الاي اس دي كلوجر؟ سيمتومز فوليوم لود، ار في دايليتيشن، فاهم؟ اريثميا، بارادوكسكال بوليزم. يعني عيان الاي اس دي عنده انديكيشنز عشان يقفل، مش كل بني ادم عنده اي اس دي في الشارع ما يقفلهوش صح؟ العيان الفالو ايه الانديكيشنز بتاع السيرجري في عيان فالو؟ الدايجنوزس. وما انا مش يعني كونه فالو بقى انديكيتد، مش محتاج انديكيشن ثاني. انا دلوقتي مش بتكلم على التايمنج، انا بقول هو محتاج يعمل عمليه. لا، اي بني ادم عنده فالو محتاج يعمل عمليه. اوكي طيب، وما فيش عنوان اسمه انديكيشنز في الدرس ده. انما بقى التايمنج كونه انديكيتد، هو دلوقتي في عيان اتولد عنده اسبوع، حد عمل له ايكو قال انه فالو، ناخده بقى هو عنده اسبوع يعمل فالو ريبير او لا؟ هو ده بقى الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. التايمنج احنا شخصناه ان هو فالو، هو عنده انديكيشن فور سيرجري، يعمل بقى العمليه دي امتى؟ يعمل عمليه ايه؟ يعملها امتى؟ طيب هنا في مدارس مختلفه شويه، في اراء مختلفه. ففي راي ان احنا هو ده عنده فالو صح، فهو عنده ساينوزس. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت كده على الكومبليكيشنز بتاعه اللونج تيرم ساينوزس صح، ان هو بقى تشو بقى هايبوكسيا وباراكسيكال اوبريزم و ستروكس وبوليثايسيميا، يعني شويه حاجات كده مش قليله صح، وهيموبتسيس بقى في اللنجز وشويه مشاكل. فاحنا بلاش نعرض العيانين لهذه النوعيه من المشاكل، وناخد العيان اول ما يتولد شخصنا انه عنده فالو، ناخده نعمله ريبير صالون جزء ان الاناتومي بتاعه يسمح بتوتركير، نعمله توتركير. وفي مدرسه اسمها نيونيتال فالو ريبير. ما هو لو الناس بتعرف تعمل ارتيريال سويتش والعيان عنده اسبوع، ليه ما ينفعش تعمل فالو يعني عنده اسبوع؟ فاهمين؟ فهي العمليه تكنيكال فيزبل. طيب ده مواجه راي ناس ثانيه انه هو الصراحه مش كتير عيان الفالو بيحتاج ارجنت انترفنشن عشان هو انستيبل وهو عنده اسبوع. اغلب العيانين دول بيبقوا بالانسد، الساتيوريشن بتاعه ما بقاش 100%، انما اغلبهم بيبقى في التسعينات الثمانينات. فمبدئيا مفيش استعجال جامد على حياه الطفل ومن انه يديفلوب ميجر كومبليكيشنز في الفتره الاولانيه، فنفضل ناخرها شويه. طب ليه ناخرها شويه؟ مش عشان الاوتكم بتاع عيان عنده 3 كيلو هيعمل عمليه قلب مختلفه عن عيان عنده 10 15 كيلو. انما الصراحه مش هو ده الفاكتور. الفاكتور المهم قوي بقى انه شافوا عيانين اللي عملوا نيونيتال فالو ريبير، لقوا على ان الاوتكم بتاعهم مش وحش، او يعني من وجهه نظر ان هوسبيتال مورتاليتي وميجر موربيديتيز، انما لقوا ان جزء كبير قوي من العيانين دول اللي اغلبهم احتاجوا يعملوا ترانسانيولار باتش. يعني ايه ترانسانيولار باتش؟ هنقول الكلام ده شويه. انما الخلاصه انه احنا بنضحي بالبرمونري فالف بتاعه،
انما العيانين دول لو استنوا عليهم استنوا عليهم دي يعني بعد 6 شهور يعني من 6 شهور لسبع سنه ونص نسبه العيانين من دول اللي هنعرف نحافظ على البلمونري فالف بتاعهم نسبه اكبر بكتير. وهل العيان هنقدر نبريزرف البلمونري فالف بتاعه او لا؟ دي حاجه ليها رول كبير في اللونج تيرم اوتكم بتاعه. اوكي هنتكلم حالا على تفاصيل يعني ايه ترانسانيولار باتش ونحافظ على البلمونري فالف او لا. فالخلاصه انه التايمنج هو في مدرستين والمدرستين فاليد. احنا بنعمل ايه؟ احنا من مدرسه ان احنا مش بنعمل نيونيتال فالو ريبير سولنج ازن العيان يعني الساتوريشن بتاعه 80 وطالع. فلو يبقى مدرسه النيونيتال فالو ريبير علشان ما عرضش العيان للمشاكل بتاع اللونج تيرم ساينوزس، والسكندري تشينجز اللي بتحصل في الرايت فنتركل بسبب الهاي بريشر، ما هو قاعد في سيستميك بريشر فبيحصل مثلا الهيبرتروفي وشويه فبروز وحاجات كده. انما المدرسه الثانيه بتقول احنا لو عملنا كده بدري هنعمل ترانسانيولار باتش نبوظ البلمونري فالف بتاعها العيان من هو عنده اسبوع يبقى مواجه سيفير بلمونري فالف بقيه حياته، فري باتش بلمونري فالف بقيه حياته، ودي حاجه مش كويسه. فبلاش نعمل كده، تعالوا ناخرها شويه لحد ما يبقى سنه اكتر من 6 شهور سنه. طب لو هو دلوقتي الساتيوشن بتاعه وحش جدا، احنا اتفقنا انه الفالو ده سبيكترم كبير صح؟ ممكن يبقى البلمونري سينوس ذا مايلد فهو العين يعني نيرلي مش سيراتيك، او ممكن يبقى فيري سيفير اب تو بلمونري اتريزيا ودوك ديبندنت وساتوريشن 30 و40 وبيجي يقول. قوم ساعتها ما ينفعش اقول له بقى استنى 6 شهور صح؟ فاحنا محتاجين نعمل له حاجه بسرعه. قوم لو العينات بتاعه يسمح هنقول العينات بتاعه يسمح. الناس بتوع النيوتر ريبير بيعملوا نيوتر ريبير فالو ريبير توتال ريبير. الناس اللي مش كده بيعملوا له بيتي شنط. يعني بيتي شنط يعني بيتي جالوبتاوسك شنط موديفايد جالوبتاوسك شنط اللي هي ايه؟ اللي هي وصله سينثيتك من سيستميك ارتري لبالمونري ارتري، عاده بتبقى من الرايت سبكليفيان للرايت بالمونري ارتري، انما في فاريشنز كده. ودي بتبقى سينثيتك تيوب جرافت عاده بورتكس. هو ده عيان مشكلته دلوقتي حالا انه البلمونري بلاد فلو بتاعه قليل جدا، قوم نديله مور بلمونري بلاد فلو بان احنا نعمل سينثيتك شوت. العمليه دي ليها موربيديتي مش قليله، انما اون ذا اذر هاند احنا بنحاول نقول ناخر العمليه شويه علشان الاوتكم بتاعه يبقى احسن ونعرف نحافظ على البلمونري بتاعه.